حل تدريب 343. مقاطع الصوتية. الآن معلمك قسمكم في الفصل إلى مجموعات تختص كل منهما بنوع من الأصوات. ضع دائرة حول مجموعتك. طيب اختار من أنتم مثلا مجموعات، اختاروا يا تختاروا أدوات أو أصوات الطبيعة أو وسائل النقل أو أصوات من الحياة اليومية أو الحيوانات. For example، على سبيل المثال بختار حيوانات وبضع دائرة عليها. بعدها بالتعاون مع أعضاء مجموعتك قم بما يلي: زيارة صفحة الويب، نطبقها عملي أفضل. الآن رحت صفحة الويب إيدج مايكروسوفت، أضغط على زائد هنا وأكتب www.d بعدها كيتس، كيتس معناتها أطفال، كيتس بعدها نوت بعدها دوت كوم، وأحط بعدين شرطة مايلة وأكتب ساوند، ساوند معناتها أصوات، ساوندز أحط شرطة في الوسط، AR نقطة هتمل، بعدها أضغط على إنتر أو علامة الصح. لاحظوا هنا يا جماعة طلعت هذه لنا بالنسبة مجموعة واسعة إلى من الأصوات، من الرابط، ضمنها طلعت وأكثرها لي هي هذه أصوات الصفحة الحيوانات، كيتس نوت. راح تسمعوها كلها. ولضيق الوقت نشوف راح منها. أختار فقط 4 أصوات علشان أنتو بعد ما تستملوا في الفيديو، فراح أختار وأنزل في نفس الوقت. هنا الاسم، هنا التنزيل، هنا الوصف. الآن المطلوب وحمل المقاطع الصوتية وفقا للموضوع الخاص بمجموعتك. احفظ هذه المقاطع في مجلد المستندات على الحاسب الخاص بك. استمع إلى جميع المسارات واختر 4 منها تتعلق بمجموعتك. شوف مثلا بقرة، نزل البقرة، نختار بعد فيل، نختار بعد طير النورس، لا هذا ديك، هذا ديك طير النورس، بعدها الآن أنشأ مجلدا جديدا. كيف تنشئون مجلد جديد؟ علمناكم في السمستر الأول إذا كنتم متابعين في القناة أول بأول. أول حاجة كليك يمين، بعدين في سطح المكتب أني أتكلم تضغطوا على كليك يمين، بعد ذلك تضغطوا على إنشاء مجلد. فمجرد تضغطوا على إنشاء مجلد خلاص بيطلع عليكم في سطح المكتب مجلد جديد. زين، انشأ مجلدا جديدا في مجلد المستندات. سم هذا المجلد باسم فريقك. وش اسم فريقك؟ وش اتفقتوا على اسم ايش تكتبوا؟ وضع المسارات التي اخترتها. الاشياء اللي اخترناها راح نحطها في المجلد. اعد تسمية المقاطع الصوتية باسماء من اختيارك. طيب من اختيارك انت. الخطوة الاخيرة، املأ الفراغات التالية باسماء الملفات المحفوظة.
شنو حفظنا إحنا؟ بقرة، قرد، ديك، وطائر النورس. هذا بالنسبة إلى اختياري لأصوات الحيوانات. أما إذا أنتوا اتفقتوا على أصوات الطبيعة، ما رح تكتبوا أسماء الحيوانات، لا، رح تكتبوا مثلا اسم الملف الأول مطر، رعد، برق، مثلا كده على سبيل المثال. عرفتوا كيف؟ وسائل النقل، إذا اخترتوا وسائل النقل تختاروا أسماء الملفات، سيارة، طائرة، قطار، وهكذا. القناة لا زالت صغيرة والمشتركين بعد قليلين، لكن المشاهدات كثيرة. أتمنى منكم الدعم والاشتراك ونشر الفيديوهات إلى أصدقائكم قدر المستطاع، دعم لنا في مواصلة التعليم والشرح بإذن الله تعالى. وفقكم الله. إذا أعجبكم لا تنسوا اللايك وسبسكرايب. في أمان الله.